على وزني، على وزني اسم جورية. حلو اسم جورية. دقيقة بعد شنو هذا نقول هاي الديباجة. على اسم، على وزني اسم جورية اذكر أسماء لنساء بنفس السياق وتطابق النهايات. أيوه جورية. وش نقول بعد وياها؟ أكو ثمان احتمالات، جورية ومدري شن هي، وهي 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 وهاي وهي هي وهاي وهي. هو يلا يلا جورية. إذن وشنو بعد؟ حمدية. جورية حمدية. حمدية خطأ. شوف يقول اذكر أسماء النساء بنفس السياق وتطابق النهايات. جورية اي حمدية. رية مودية. رية. أوكي. رية يا ريتي يا ريتي يا ريتي. رامي شو تقول؟ نورية. نورية ان شاء الله موجود، ان شاء الله موجود. نورية. شفتي؟ اذا قرر مع من نلعب، معكم ام معهم؟ شنو تقولون؟ يلا ناخذه. ناخذه يلا. وتفضلوا اخذ منى. شكرا شكرا منى. و و ست جهينة. هذا بعد سؤال اهم. سهل جدا. سهل. اه مو صحيح. بدرية. بدرية صح. وايفان. حورية. حورية صح صح صح. وبلال. صبرية. صبرية. يا عيني يا عيني. هذا اسم بي ايقاع موسيقي وراقص ونفس الوقت. رامي شو تقول؟ صبرية. وبعد بس عندي سؤال استاذ عزيز. مو ذكر الاسم اللي ها صح حقك. على وزن اسم جورية اذكر اسماء النساء بنفس السياق وتطابق النهايات. شكرية. 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 وصحيح. باقي احتمالين ثلاثة. واخت جهينة. فخرية. فخرية. واقوى احتمال. برافو فخرية. باقي احتمالين. جبرية. ها؟ جبرية. 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 جبرية من جبر الخواطر. ادري ما تقول هذا ايش عندي انا يعني جبر عندي. اي عادي والله ادري. تريد ترند بالمجتمع. بس احنا شري بالضبط نريد الاقوى لانه يمكن اكو 40 50 اسم. بس اخذنا الاقوى اللي هو بالاستفتاء. يا سلام. الخطا الاول. وبلال